القصور ويزيد رجل شارب الخمور شخص الغل اللازم والمثل يزيد أيها الحضور الكريم أيها المؤمنون الحسين عليه السلام كان هدفا واضح مناسبة عاشوراء تعتبر مناسبة للعزة والكرامة واستنهاض الأمة للتضحية ولو بالنفس في سبيل مبادئ ودين الأمة وفي سبيل المستضعفين في الأرض. كلنا أمة واحدة وكلنا شعب واحد ولا بد أن نشهر هذه كلها إلى الأمة الإسلامية بشكل عام سواء قبيلي سواء مدني سواء ذايب هذه لا نعتبرها أنها طوائف ولا نعتبرها تكبر ولا نعتبرها يعني أنت هاشمي وهذا طائفي وهذا زيدي وهذا شافعي لا 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 حاشا لله إحنا أولاد آدم حتى قتل وعندما كتبت الرسالة وأرسلت